فيروز بأحدث ظهور إلها. شاركت المخرجة ريما الرحباني صورة لوالدتها السيدة فيروز عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بأحدث ظهور إلها بعد غياب طويل عن أي مناسبة فنية أو اجتماعية. ريما سبق ونشرت صورة غير كاملة للسيدة فيروز، وظهرت هي بالصورة واقفة وراها وعين عليها، وأرفقتها الصورة بتعليق الآن وكل آن. منذكر أنه ريما سبق ونفت كل الأخبار يلي تحدثت عن تقديم فيروز لحفل غنائي بمصر أو لمقابلة مع التلفزيون المصري، وكتبت عبر صفحتها أنه كل يلي انكتب بالصحف والمواقع الإلكترونية حول هالموضوع غير صحيح. لتعرفوا كل أخبار النجوم يلي بتحبون، زوروا موقعنا الفن.com.